الجوكر الفنان الجميل حسن حسني، ولد في 19 يونيو عام 1931. طرق أبواب الشهرة بعد دوره في مسلسل أبناء الأعداء شكرا، حيث بدأ حسن حسني حياته الفنية في الستينات في المسرح العسكري، وتنقل بين مسرح الحكيم والمسرح القومي، وانتهى بعمله في مسرح جلال الشرقاوي لمدة 10 سنوات. مر الفنان الجميل بعدة محن في حياته، فالأولى كانت في عمر 6 سنوات عندما تعرض لمحنة كبيرة وهي وفاة والدته، وهو الحدث الذي أصبغ عليه الحزن الذي أصبح رفيقه من طفولته حتى صغره. وفي عام 2013 فقد ابنته الوحيدة، وهذا الحدث جعله يبتعد عن الفن لفترة، وأصيب بحالة من الاكتئاب الشديد، ورحل بعدها يوم 30 مايو عام 2020. وكانت دائما تلاحقه شائعة الوفاة، لدرجة أن كانت آخر كلماته هي: الناس مستعجلة لي على موتي. هذا هو الفنان الجميل الجوكر حسن حسني.